مرحبا في قناتكم كانت روزات شانل وفيديو جديد عن مسلسل اخواتي. وقبل ما نبدا حط لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل، شير الفيديو ده كتير، فعلوا جرس اشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بنزله على القناه. اعملوا فولو على انستغرام، متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه التانيه، هسيب لكم لينك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدا. في الفيديو ده هكلمكم عن مسلسل اخواتي، تسريبات حصريه قويه جدا وجميله عن الحلقه 22 او الحلقه الثالثه من الموسم الثاني لمسلسل اخواتي، فكملوا الفيديو للاخر. التسريب الاول، الصحفي دينيس ترول قال حسب ما سمعت في ان هما بيفكروا في دورا انها تكون شريكة عمر، ومين دورا؟ هي ابنة عم هاريكا. واليوم هيكون في تصوير مشاهد الاسيا والدروك في مدينة الالعاب ليسمع الجميع. وبعد ما قال كده الصحفي دينيس ترول، متابعة المتابعين كتبت على حساباتها في الستوري الان في موقع التصوير في مدينة الملاهي، ونور ويازجي او اسيا والدروك موجودين في الملاهب زي المدرسة. وأيضا يوجد خبر كالقنبلة يأتي، أسيا ودروك ماسكين إيدين بعض وخرجوا من المدرسة لمدينة الملاهي وتصالحوا. في الفيديو اللي قبل ده عن مسلسل إخواتي قلت لكم إن أسيا ودروك هيتصالحوا خلال حلقة أو حلقتين، فبما إن التسريبات دي ظهرت فأسيا ودروك هيتصالحوا في الحلقة القادمة واللي هي الحلقة 22. أيضا أيلين كانت موجودة في مدينة الملاهي، وأيلين هي أمل أخت أسيا في مسلسل إخواتي. الصور اللي هعرضها لكم دلوقتي من مدينة الملاهي اللي أسيا ودروك موجودين فيها، واضح كده ان دروك متصاب براسه وبايده، فتوقع ان هو هيتخانق خناقه كبيره جدا وتقريبا هتكون مع تولجا. وليه قلت تولجا بالذات؟ لان الصحفي دينيس ترول قال ان دروك مبقاش الشخص السيء او الباد بوي، يعني مرجعش لدروك السابق زي اللي كان في الموسم الاول، وهو فقط بيرسم صوره الشخص الباد بوي عشان هو مستاء وزعلان من اللي آسيا بتعمله، واللي هو سوء التفاهم ان هو افتكر ان هي بتتكلم شخص تاني بعد ما انفصلوا. والشيء الاساسي في العملية اللي هو بيعملها دي واللي هو الخطة ان هو اكنه رجع لدروك القديم، هو دخول كان الشخص اللي دروك مش هيحبه ابدا. فبسبب كده دروك البلد المسكين هتتغير حالته كلها وهيعود لحالته السابقة واللي هو الباد بوي، لكن لما يعرف ان هو فهم غلط هيتصالحوا مع بعض وهيخرجوا من المدرسة ويروحوا على الملاهي سوا، ودي تبقى فسحتهم الاولى بعد رجوعهم لبعض. لو فاكرين في التسريبات كنت قايله لكم ان هما هينفصلوا لكن هيرجعوا لبعض بسرعه، وفعلا ده اللي حصل، يعني يعتبر كده رجعوا لبعض في الحلقه الرابعه زي ما قلت لكم ان هما هيرجعوا لبعض، يا اما في الحلقه الرابعه او الخامسه، وتقريبا كده هيرجعوا في الرابعه. ودي التسريبات اللي بالنسبه لاسيا ودروك. اما في تسريبات تانية ظهرت، وهي ان خديجة واللي هي والدة قدير واخواته موجودة في موقع التصوير وبيصوروا في غابة، وموجود دخان في الغابة، فواضح ان ده هيكون مشهد فلاش باك او حد من الاخوات بيفتكر شيء عن والدته او حلم. وكل كاست التصوير موجود لكن الممثلين ما نعرفش مين موجود حتى الان، اللي ظهرت فقط خديجة والدة اسيا واخواتها. فاستعدوا للحزن بعد مشهد اسيا ودروك اللي هننبسط بيه، في حزن كبير قوي وفي تخيلات وافكار واحلام، فاكيد زي ما احنا متعودين من مسلسل اخواتي ان هيكون في مشهد حزين جدا. بس كده دي كل التسريبات اللي عندي، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اكتبوا رايكم في الكومنتات، لو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوه في الكومنتات وانا هرد عليكم. تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، تفعيل جرس اشعارات عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله على القناه. باي باي.